فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول، يقول امرأة حامل وهي الآن في بداية الشهر الرابع وفيها حصوة في المرارة، ولها وفيها حصوة في المرارة، المرارة نعم، وبها ألم شديد، وقال الأطباء لا بد من استئصال المرارة، وفي أثناء العملية هناك احتمال 50% أن يسقط الجنين. السؤال: هل يجوز لها أن تجري هذه العملية علما بأنها لا تستطيع أن تتحمل هذه الآلام إلى نهاية مدة حملها؟ تجيب تقرير اللجنة الطبية للإفتاء، تبادر إن شاء الله في الصباح ينظرون فيها، إذا كانت المرأة مضطرة تبادر بأخذ تقرير من اللجنة الطبية ويعرض إن شاء الله يكون خير. نعم.